ايش 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 والله غليان الدخان. هذا كان حقه شي نص ليره تقريبا. يا اكثر من 20 سنه كان نص ليره. شو انت ما كنت بالبلد يعني؟ يعني بدك تقول هيك شيء؟ انا كنت مسافر تقريبا. ما في تقريبا، يا مسافر او مو مسافر. معك حق. سقط سهوا. بدي اسالك، بيت شامل عبد الباقي بتعرفه؟ بعرفه طبعا، هذا زبوني. روح 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 ادلك لك عليه. تفضل 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 تفضل. خليك تفضل تفضل. شرف شرف. تفضل يوسف. يوسف لوين لوين اخذينه يا اخي؟ مشان الله مشان الله، وين اخذينه؟ شو عامل؟ انسي انه عندك جوز اسمه يوسف. يوسف خلص راح، ما راح يرجع. دوري لك على حدا تاني تكملي حياتك معه. رجع غصب عنك. رجع عفوا. انا اسف، الكلام مو موجه لك. ليش؟ في حدا غيرنا هون؟ لا لا، ما في حدا غيرنا. بعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي لما بدك تحكي مع حالك احكي مع نفسك، مشان العالم ما تفكر شروي غروي. صار بني آدم بعد الأمر. شو بدك؟ هيك على البر والسريع. حاجتنا شمسي 4-5 سنين. لا آسف. هلأ شو بدك؟ بدي شوف شام. شام وعيشة عندي. لك وين عايشة؟ وأنا شو بيعرفني؟ اللي بعرفه أنه كانت تجي لعند أمي وتطمن عنيك الجمعة. روس قال أمك بركي بتلاقيها عندها. نحن من وقت مقلعينا، ولعلمك نحن ما منستقبل مرت جاسوس عنا بالبيت حتى لو كانت من لحمنا ودمنا. ولك خراس ولا خراس، بشرفي لو ما كنت أخوة لشام لكنت قصيت لسانك. نزل إيدك. ولك عين ترفع إيدك كمان. أنت بتعرف وينها بس ما بدك تقلي. بعرف وما رح أقلك. اسمع، إذا الدولة في بقلبها رحمة ما عاد متاك، هلأ بجمع عليك أهل الحارة بيعدموك بيعلقوا مشنقتك. فهمت ولا لا؟ فهمت فهمت إيه فهمت. طيب إذا حن قلبك علي بتمنى تعطيني أي معلومة تدلي فيها على شام، وأي رقم تليفوني. هلأ روح من هون. أنا بخبرك. يعني لو ما كان أخوة لشام كنت قلت رضا عن السفالة من بز أمه، بس اللي ربت شام ما بترضع سفالة. أكيد جمعها مجهوده الشخصي. الله ما علينا.